أم حذيفة تسأل وتقول: ما حكم هجر القريب الكافر كالأب والأخ، وهل يكون ذلك من العقوق أو من قطيعة الرحم؟ الكافر يجب بغضه ولو كان من أقرب الناس، ولو كان أبا أو ابنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فبغضهم متعين ومحبتهم محرمة، وكذلك هجرهم يجب هجرهم إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل. إلا حق الوالدين فإنه واجب وإن كانا كافرين، البر بهما والإحسان إليهما بدون محبة لهما مع كراهة ما هم عليه من الكفر والاعتقاد، لكن يبر بهما مكافأة لهما على صنيعهما في تربيته. قال تعالى: وصينا إنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فيبر بهما ولو كانا كافرين، لكنه لا يحبهما ولا يبرر ما هما عليه من الكفر، بل يبغض ذلك ويكرهه ويدعوهم إلى الله عز وجل. نعم.